عزيز مهارة إنجاز المبيان. وليس الهدف من هذه الحصة هو درس نظري حول مفهوم المبيانات وأنواع المبيانات وماذا نستعمل كل متى نستعمل كل نوع من هذه المبيانات، لأن الحديث سيطول بنا في حين أن الوقت هذه الحصة محدد ولا يمكن تجاوزها. الهدف من هذه الحصة هو إثارة انتباه التلاميذ إلى بعض الأخطاء والهفوات التي يرتكبونها والتي تحرمهم من بعض النقاط. إذن لماذا اخترت هذا الموضوع؟ اخترت هذا الموضوع نظراً لأهمية المبيانات في مادة الاجتماعيات، سواء بالنسبة للتاريخ أو بالنسبة للجغرافيا، على اعتبار أن المبيانات هي أحد أشكال التعبير الأساسية في هذه المادة. السبب الثاني الذي جعلني أختار كذلك هذه أو هذا الموضوع هو أن عدد كبير من التلاميذ يجدون صعوبة في إنجاز المبيان، وانطلاقا من تجربتي في مجال التدريس. فإذا كان هناك عدد قليل في الحقيقة من التلاميذ الذين لا يعرفون أصلا كيف ينجزون مبيانا، فإن الأغلبية تنجز المبيان لكن لا تصل إلى مستوى الإتقان. إذن هدفي من هذه الحصة هو تعزيز مهارة إنجاز المبيان لمساعدة التلاميذ على إتقان المبيان. السبب الثالث هو أن المتعلم يمكنه الحصول على ثلاث نقط من خلال إنجاز المبيان، وذلك بشكل سريع وشكل سهل. النقطة الثانية أو المحور الثاني الذي سأتحدث عنه خلال هذه الحصة هو شروط إنجاز المبيان الصحيح. كيف ننجز مبيانا صحيحا نستحق من خلاله ثلاثة نقاط؟ المبيان مضمون وشكل، بمعنى ينبغي أن يكون المضمون صحيحا والشكل جميلا. فأول ما ينظر إليه المصحح هو الشكل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المضمون. لذلك ينبغي التركيز على ثلاثة نقاط. أولا المضمون، المضمون من خلال اختيار المبيان المناسب للمعطيات المراد تمثيلها. ولو أن في الامتحان الجهوي والوطني غالباً ما يتم تحديد نوع المبيان، حيث يكون السؤال حول معطيات الوثيقة كذا إلى مبيان بالأعمدة أو بالمنحنى أو مبيان قطعي، وكذلك توخي الدقة في تمثيل المعطيات على المبيان. لكي يكون كذلك المبيان صحيح ينبغي التركيز على الشكل، قلنا شكل مقبول وشكل جميل باستعمال ألوان مختلفة، وكذلك باستعمال أو بكتابة أرقام بشكل واضح واستعمال خط مقروء. النقطة الثالثة التي كذلك ينبغي التركيز عليها هي
العناصر، ضرورة احترام جميع عناصر المبيان، وهي العنوان، المفتاح، المقياس، الإطار، ثم المصدر. إذن شروط إنجاز مبيان صحيح: التركيز على المضمون، التركيز على الشكل، ثم التركيز على عناصر أو احترام عناصر المبيان. الآن نمر إلى النقطة الثالثة، وهي الأخطاء والهفوات التي يرتكبها التلاميذ. أول هذه الأخطاء تتعلق بالعنوان. بالنسبة للعنوان، هناك تلاميذ ينسون العنوان، وهذا غير مقبول، ويعتبر المبيان خاطئاً، وقد يكلفهم درجة الصفر. ثانياً، هناك تلاميذ يضعون العنوان حيث شاءوا، في أسفل المبيان أو في أحد جانبي المبيان، وهذا يشوه جمالية المبيان. وللإشارة، فالمبيان ينبغي أن يتضمن، أو عفواً، العنوان ينبغي أن يتضمن أربعة عناصر، وهي أولاً الموضوع، ثانياً المكان، ثم الزمن، ثم وحدة القياس. نعطي مثال: الموضوع مثلاً الإنتاج الفلاحي ب أو في المغرب سنة 2018 بالقنطار. ده عنوان صحيح. الخطأ الثاني الذي يرتكبه التلاميذ يتعلق بالمفتاح. يتعلق بالمفتاح. ليس هناك أيضاً مكان متفق عليه للمفتاح. كل تلميذ يضع المفتاح حيث شاء، وهذا يشوه جمالية المبيان. كذلك هناك تلاميذ لا يتوفرون على الألوان أو الأقلام الملونة، فيلجأون إلى استعمال بعض الرموز وبشكل عشوائي. نأخذ مثلاً، خاصة بالنسبة لي الأعمدة أو بالنسبة للمبيان القطاعي، استعملوا مثلاً رموز بشكل عشوائي، وهذا يشوه الجمالية المبيان. لذلك أنصح التلاميذ دائماً باستعمال الملونات في المبيانات. المشكل أو الخطأ الثالث دائما بالنسبة للمبيان يتعلق بالإطار. معظم التلاميذ لا يضعون إطارا للمبيان. لماذا الإطار؟ لأن الإطار يزين أو يساهم في جمالية المبيان. المشكل الرابع يتعلق بالمقياس.
يجد التلاميذ عادة صعوبة في اختيار المقياس المناسب، فيختارون إما مقياس صغير يعطينا معطيات كبيرة ومبيان كبير، أو يختارون مقياسا كبيرا فنحصل على معطيات صغيرة جدا. ومن الهفوات التي يرتكبها التلاميذ كذلك في إنجاز المبيان يمكن أن نسميه باللوجيستيك. وهو أن معظم أو عدد كبير من التلاميذ لا يحضرون معهم الأدوات اللازمة لإنجاز المبيان، ويطلبون هذه الأدوات طيلة حصة الامتحان أو الفرض من زملائهم، وهو ما يؤدي إلى نوع من الإزعاج وتضييع الوقت وكذلك تشتيت التركيز. أنصح جميع التلاميذ بإحضار جميع الأدوات الضرورية خلال الامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد. وأمر الآن إلى العمل التطبيقي. إذن لإنجاز مبيان لدينا هذا الجدول أو هذه المعطيات الإحصائية، والتي تتحدث عن تطور نسبة السكان الحضريين والقرويين بالمغرب بين سنة 1960 و 2014 بالنسبة المئوية. إذن هذه المعطيات، ما هو المبيان الملائم لها؟ يمكن أن نستعمل نوعين من المبيان، مبيان بالأعمدة ومبيان المنحنى. إذن دائما أنصح التلاميذ برسم المبيان على هذه الطريقة، تخصيص مكان للعنوان، وبذلك لا يمكن أن ننسى العنوان وأن نضعه في مكان آخر، ثم كذلك أن نخصص أن نرسم محور الأراتيب ثم محور الأفاصيل داخل إطار، نضع الإطار منذ البداية. إذن محور الأراتيب نخصصه للنسب المئوية، ودائما أنصح التلاميذ في حالة النسب المئوية دائما نمشيو ب 10, 20, 30, 40, 60, 90 وعندنا هنايا بالنسبة المئوية. ثم هنا محور الأفاصيل نخصصه للسنوات، عندنا أول سنة 1960، والسنة خصها تكون في مركز العمودين، ثم 1971، 1982، 1994، 2004، 2014. كما أنصح التلاميذ كذلك بتقسيم هذا الإطار إلى قسمين، وثم نقسم هذا الجزء كذلك إلى قسمين لكي نخصص هذا الجزء للمفتاح، ثم نخصص هذا الجزء للمقياس. وقبل الشروع في إنجاز المبيان أنصح التلاميذ بوضع المفتاح
نخصص مثلا اللون الأزرق للسكان القرويين، السكان القرويون، ثم اللون الأحمر يجب أن يكون التلوين بشكل جيد بالملونات، نستطيع ذلك. السكان الحضريون. إذن بالنسبة للمقياس فنمثل فقط محور الأراضي، نمثل فقط محور الأراضي، إذن ويكون على شكل عمودي، نفس المسافة اللي عندنا هنايا نحطوها. إذن هذه تساوي 10%. أما محور الأراضي، محور الأفاصيل فلا نمثله، لأن عدد أو الفرق بين السنوات مختلف، الفرق بين السنوات مختلف. إذن وبذلك نمر الآن إلى إنجاز المبيان، إذن أو تمثيل المعطيات على المبيان. سنة 1960 السكان الحضريون 29%. إذن 30 29 هنا 30. ثم السكان القرويون 71%. إذن 70 تقريبا 71. وهكذا نستمر في تمثيل المعطيات باقي السنوات. إذن بعد أن قمنا بتمثيل المعطيات على شكل أعمدة على المبيان، نمر إلى مرحلة التلوين. وقلنا نخصص اللون الأحمر لنسبة السكان الحضريين، ونقول دائما أنصحكم باستعمال الملونات وتفادي الرموز. وهكذا نكمل كل المبيان، وبعد إتمام المبيان نمر إلى العنوان. العنوان قلنا ينبغي أن يتضمن 4 عناصر. أولا الموضوع، ما هو موضوع المبيان؟ تطور نسبة السكان الحضريين، تطور نسبة السكان الحضريين. العنصر أو النقطة الثانية المكان بالمغرب، ثم الزمان ما بين 1960 و 2014، ثم وحدة القياس بالنسبة المئوية، ونمر في النهاية إلى المصدر. وأنا أنصحكم بتخصيص هذا الجزء في أسفل المبيان للمصدر، مديرية الإحصاء بتصرف، ثم نغلق المبيان.
وبهذه الطريقة يمكن أن نحصل على مبيان صحيح من حيث المضمون وذو شكل جميل. ننتقل الآن لرسم مبيان آخر بنفس المعطيات وهو المبيان بالمنحنى. إذن ننتقل إلى المبيان بالمنحنى. وتبعت نفس الطريقة، أولاً الإطار، ثانياً تخصيص مكان للعنوان، وضع المحورين الأراتب والأفاصيل، ثم تخصيص مكان للمفتاح على اليمين أسفل المبيان، ثم مكان مخصص للمقياس على اليسار أسفل المبيان، ثم في أسفل المبيان المصدر. الملاحظة التي ينبغي الانتباه إليها بالنسبة للمنحنى وهو أن السنوات ليست مثل السنوات في الأعمدة. بالنسبة للأعمدة نضع السنوات كما هي في الجدول، أما بالنسبة للمنحنى ولكي يكون هناك تطور طبيعي فالذي ينبغي أن يكون هناك فرق واحد بين جميع السنوات. لذلك وضعت 1960 1970 1980 90 2000 2010 ثم 2020، ثم أبدأ في تمثيل المعطيات. بالنسبة للسكان الحضريين قلنا غادي نخصهم كذلك باللون الأحمر، إذن 22 أو 29% بالنسبة للسكان الحضريين سنة 1960. سنة 1971 غناخذ من هنايا 35%. بالنسبة لسنة 1982 غادي ناخذها من هنايا، إذن 43%، ثم 1994 51%، ثم 2004 55%، وسنة 2010 أو 2014 58%. وبذلك أرسم المنحنى. وبنفس الطريقة أضع تطور نسبة السكان القرويين، نوضعتها سلفا، ثم أصل المنحنى. ثم أضع المفتاح بنفس الطريقة لكن مع اختلاف بسيط. بدلا من التلوين في الأعمدة اكتفي بخط أحمر وخط أزرق. نوع السكان الحضريون ثم السكان القرويون، ثم أنتقل إلى المقياس. هنا ينبغي تمثيل المحورين، محور الأراتب ومحور الأفاصيل، لأن عندنا نفس الفرق بين السنوات. ودائما على شكل عمودي محور الأراتب يساوي 10%، ثم محور الأفاصيل تقريبا هذه المسافة تساوي 10 سنوات. قالنا العنوان هو نفس العنوان الذي يحترم الموضوع، تطور نسبة السكان الحضريين والقرويين بالمغرب بين سنة 1960 و2014 بالنسبة المئوية. تبقى لنا المصدر مديرية الإحصاء بالتصرف. إذن بهذه الطريقة نكون قد أنجزنا مبيانين أو تقنيتين في إنجاز مبيان بالأعمدة
ومبيان بالمنحنى. لكن نصيحتي لكم أن إتقان المبيان لا ينبغي أن نكتفي فقط بالسمع، ولكن ينبغي التمرن على إنجاز المبيان في البيت عدة مرات، مع احترام هذه الطريقة.